القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ طلعت حرب راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهاردة بقى يلا يا عزيزي جايب لك حلقة، وهي بالطبع ولا اي حلقة، يعني حلقة النهاردة يلا يا عزيزي حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله كده يعني من على وش القفص. بس قبل ما نبدأ الفيديو على خيرة الله، كان في يعني دعم عملته الحلقة اللي فاتت لاخونا وليد جيمينج يعني، ومحدش راح له كتير يعني، فيا جدعان يعني ايه رجاءا خشوا دعموا الراجل كده يعني، وقفوا في داره وخلينا يعني ايه الراجل يعني بيعمل مسابقات يعني، روح خدك شوية شدات وروق على حالك وممكن تلعبوا مع بعض كام جيم. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو على خيرة الله، عايزك لا تنسى ام اللايك الشاري خلفية حساية حنايح، ولو مش مشترك في ام القناة انزل اشترك يلا عزيزي، واعمل ام الجرس على الكل. يلا نبدا الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابني والدي امسك وانا هعمل نمسك ايه حضرتك يعني يعني يا ريت توضحي ها وايه اللي جاب ده هنا عندك؟ انا مش عارف يعني، المفروض عندي انا مش عندك انت، فهنكمل نعرف برضو يا عزيزي ايه المغزى من الموضوع يعني. ده اسمه كلام بالزمان، ايه انت دماغك وحشه ده مود التلفزيون. طبعا احنا فهمناها غلط، احنا فهمناها غلط، ده درموت التلفزيون. ليه النية الوحشة دي يا عزيزي؟ دي ازازة بيشربوا التلفزيون، دي ازازة، خدت بالك يا عزيزي؟ مدخلها جوه ازازة. طبعا يلا يا عزيزي نديها 100% على قدرة التحمل وتخبئة زجاجة كاملة بدون العلم. طبعا نديها 100% واحلى ريسبكت وعاش. فيديو مبدع وجميل، نكمل زيع. يا وهوي هي 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 بقى كده يعني يا وهوي. طيب نديها يعني ايه سالب 83% واحلى ريسبكت عليك واستمر عاش حاجة يعني يا وهوي. يا رب يعني ايه نيزك كده بسرعة 8000 كيلو متر في الساعة كده يعني ايه يسوينا. نكمل زيع. هو في ايه؟ هو في ايه طيب يعني؟ طبعا حاجة يعني زي الفل ورأسي 100% عالمي طبعا يلا عزيزي. بس يعني كان في ملحوظة لصاحب الفيديو هذا، احب اوجه له الشكر يعني على فنه الجميل، واحب اقول له يعني ايه بلاش في محل اكل عيشك يعني، شكلك كده ايه مش هتلاقي غير كياس الاريال بس اللي وراك من كتر الفقر اللي هجيبه للمكان يعني. طبعا نديله في 100% على هذا الرأس الجميل واحلى ريسبكت. نكمل زيع. هو بيتنططوا قدامنا طبيعي يعني، ما هي دي كتيبة مش بني آدم يعني، هم بيتنططوا قدامنا اوريدي يعني. طبعا نديها على التنطيطة الجميلة دي يعني، هي واصحابها احلى ريسبكت عليك يا قلبي، وديكي 100% وعاش. نكمل زيع. حبك سفام مغرم ومسك لي سلام، حبك مانجا وتفام، حبك مانجا وتفام. البربور المضيء، البربور المضيء يلا عزيزي في اي مكان تلاقيه موجود ومنور حياتك يعني. في ايه يعني؟ انا يعني مش عارف هو ايه اللمبه اللي جوه دي عزيزي يعني، بس طبعا القدره ان هي تستحمل كهرباء داخل البتاع يعني قدره تحمل جميله، واكيد يعني عايزين نفهم بس من منشئه المحتوى هو ايه اللي بينور جوه، ونديها 100% بس عليها. نكمل طيب زيع. هما بعدوا عن بعض ده اوريدي يعني، هما بعدوا عن بعض وقعدوا يغنوا، واحد شمال والتاني واحد شرق واحد غرب. هو في ايه يعني؟ هو حتى الخصام بقى في الحاجات دي؟ طبعا نديها احلى ريسبكت على هذا يعني الموقف الطريف الجميل، ونقول لها استمري عاش اضحكتينا يعني. نكمل زيع. اماكن الاماكن كلها مشتاقه لك. اما ياما قلبي وجعني ياما يعني الاماكن قلبي وجعني.
قلبي وجعني والله يامه، يعني احلى حس اوتوماتيكي في العالم، يعني نديها 100% على طول كده مغمض، يعني 100% واحلى ريسبكت وعاش. زي يا عزيزي زي يا عند حالي تعبان، الكهرباء هتمسكه، خلي بالك يا عم سلام. يا سمير يا سمير افتح الكرسي، افتح الكرسي بسرعه. ايوه 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 يا سمير الكهرباء. ايوه يا سمير يا ابو فيها، ايه الجمال والحلاوة دي يا جدعان، يعني لا 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 حمرا يا سمير، فنان يا سمير. طبعا يا عزيزي لازم يبقى فيه هزار وسط الشغل والعمل كده عشان اليوم يعدي، نديله 100% واحلى حمار يا سمير، احلى حمار يا سمير، يعني وحاجة حمار وحلاوة، احلى اسبكت 100%. طبعا يا عزيزي ايه كمل زيع بغيبه في رجوعي جيب، بس ان انا على كله نابل ليا معاك تخيب حبيبي كخ عيباتي تعبني قوم يا علق وبطل مسخرة، قوم قوم قوم، يعني حاجة يعني بسم الله ما شاء الله بطل، قوم هتقدر يعني ما هتقدر. نديله 100%، قلنا محدش يرش ميتين أمي للناموس ده بيتعب الناس، نديلهم أحلى ريسبكت عليك وإن شاء الله هتقدر تقوم يا عزيزي، و100% وأحلى ريسبكت عاش. نكمل باقي الفيديو زيع يا مغناطيس. المغناطيس بتاعها يعني انا ممكن اجيبها بس عشان العب في المغناطيس. وبرضه ممكن نلعب في مغناطيسك برضه، يعني نلعب في مغناطيسها شويه ومغناطيسك شويه، ها وحاجه يعني تبقى جميله. طبعا يا عزيزي وصلنا لنهايه الحلقه، بس قبل ننسى يعني ما ننساش نديها الريسبكت بتاعها وال100% طبعا، وعايزك تنزل تديني ام لايك شارخ فايح ساح نايح، ولو مش مشترك في ام القناه انزل اشترك واعمل ام الجرس على الكل، وتروح تشترك في قناه اخوك وليد جيمنج يعني، وتروح توجب معاه وتقول له انا من طرف اخوك السدس اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام.